وأنا أقولها وأنا على ثقة ومعايش في المعارك، والله ما بقى منهم شيء. إن شاء الله لن يبقى. والله عنهم إلى الزوال يشهد الله. صحيح يعني بعض العثرات نتيجة بعض التصرفات في الشرعية تعطيهم شيء من القوة. فنحن اليوم ندفن هنا أولادنا وسبق ودفننا من قبلهم وأهلنا وأهلنا. إلا قلت لكم أنا لم يكن مفرح بحيبح، هو من أعطى أولاده، لو تبحث في الشعب اليمني ستجد مئات مفرح بحيبح أعطى أولاده. الله يحفظك الله. تمام. كذلك أنا حتى في الوحدة دي أنا عايش فيها، معنا كانوا متألمين ويعزوني، قلت أنتوا أولادي فيها، أنا أعتبركم أولادي جميعا. الله يعوضك. فالموت الموت جاي، من لم يمت بالسيف مات بغيره، وما تنوعت الأسباب والموت واحد. عندما تجي الأقدار تجي سيارة واقتلبت وشلت 12 10 20 أكثر من هذا. الله يرضى عليك. الموت هو الموت هو الموت، بس معنى من كتب الله لهميته فيها شهادة هذا فضل من الله. فنسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وينصر المجاهدين في كل مكان. أدعو أدعو الله أدعو الله أن ينصرهم جميعا. وأنا أقول من هنا نحن لسنا ضد السلام، ولكن هؤلاء لم يكونوا مع السلام في يوم من الأيام أبدا أبدا أبدا، وهم يستفيدوا من الهدن، يستفيدوا من الصلح، يستفيدوا من أنا كنت في 2011 وسيط بينهم وبين المقاومة في الجوف. أهلا وسهلا. حيا خلاص أمن خلاص خلاص. قلنا كنت وسيط في 2011، حينما يضغطوا ويشوفوا أنهم ضغطوا يدعوا الهدنة، والله يستفيدوا من الهدن أفضل مما يستفيدوا من الحق. فكل ما تروا أنهم يميلوا للسلام هو نتيجة ما يعني أنهم وصلوا إلى ضغط محدد، ويتخذوا من الهدن هذه فرصة ليرتبوا أمورهم للقتال ويحركوا مواقفهم على آخر. أنا أنصح أنصح أنصح، نحن مع السلام، نحن مع أنه لا نقتل بعضنا البعض، ولكن هؤلاء مشروعهم مشروع تدميري، مشروع قتل. عليهم أن يعلموا والله لا يمكن لا يمكن أن يعيش المشروع الإيراني في اليمن لو تقاتلنا بالحجار. شكرا لكل إعلامي، شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهمنا حزننا، شكرا لمن أتوا من مناطق بعيدة، نعزهم ونقدرهم، وشكرا للجميع. الله يخليك. شكرا لك.